بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 42، كتاب الشعر. والحمد لله لنا موافقات كثيرة في دروسنا، أننا لم نرتب هذا الترتيب، نقرأ والشعراء يتروم الغاوون في الورد، ثم يأتي كتاب الشعر في نفس اللحظة التي قرأنا فيه. هذه من الموافقات اليسرية في قراءات الأحاديث النبوية، تجدها موافقة لكثير من الآيات. أنا أجدها كثير كده، أنا منذ 20 عاما وأنا أقرأ كتب السنة صباحا بعد قليل من القرآن، وأجد كثير من الموافقات، والحمد لله هذا من بينهم، وسوف أذكركم أشياء تأتي إن شاء الله. كتاب الشعر، وفيه بابان، وهو الكتاب 42 من صحيح مسلم. والشعر هو الكلام الموزون المقفى على القصد، يعني لازم تبقى قصده، إنما افرض طلع منك كلام موزون ومقفى على غير قصد كده ما يسمىش شعر. فهمت بقى؟ لازم الشعر يكون ايه؟ مقفى ومقصود، واخد بالك ازاي؟ وانه يكون موزونا، يعني بتتعمد ان تزنه وتتعمد ان تقفيه عشان يبقى شعر، لابد ان يكون فيه تعمد الشاعر واختياره. اما اذا خرج منه سجية دون ان يقصد شعرا فلا يسمى شعرا عند العرب، ولكن يسمى فصاحة. فهمت بقى؟ فالنبي خرج منه كلام مقفى موزون احيانا، والنبي لا يقول شعرا، فيبقى هذا من باب فصاحته لا من باب انه شاعر صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي في صحيح حديث الترمذي عن الشعر فقال ايه؟ حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني على حسب الموضوع، على حسب، لانه كلام، الشعر كلام، والكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فهمت بقى؟ وقال إن من الشعر لحكمة، يعني إن كان في موضوع يحبه الشرع الشريف ولا يحرمه فقد يكون فيه من الحكم ما لا تستطيع أن تقوله في صفحات طويلة، يعني ممكن تقول بيت شعر تقعد تشرحه في كتاب، لأنه حكمة، لأنه فيه نوع من جوامع الكلم، والنبي أوتي جوامع الكلم، فالنبي كان يحب جوامع الكلم. والشعر ممكن تدخل حكم كثيرة وكلام كثير في ايه؟ في بيت قصير من الشعر تظل تشرح فيه صفحات طويلة، وهي بيت شعر قصير. فهمت بقى ازاي؟ فهو نوع من الحكمة، وإن من الشعر لحكمة. باب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 22 بعد 6000. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم عن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني ركب خلفه، يبقى ردفت يعني ركب خلفه على ناقة أو فرس أو حمار، اسمها ردفت أي ركب خلفه. وهذه علامة من علامات التواضع، لأن الكبراء والعظماء لا يقبلون أن يركب خلفهم أحد حتى ولو ابنه، من باب العظمة والأبهة، زي تركب ويقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق وأردف خلفه، لأنه كان أكثر الخلق تواضعا صلى الله عليه وسلم. قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ وأمية ابن أبي الصلت مات في الجاهلية، ولكن أوتي الحكمة، وكان يتنسك كثيرا ويتعبد كثيرا، ولكنه مات في الجاهلية، وله أشعار في الألوهيات والربوبيات جميلة كويس. فالنبي إيه؟ عارف، لأنه نشأ في هذه البيئة، فعارف مين هو أمية بن أبي الصلت وكيف كان شعره.
والانسان في السفر يكون طريق السفر طويل ويحتاج انه حاجة تسليه، فالنبي اختار هذا الوقت اللي هو فيه نوع فراغ ان يتسلى بشيء فيه نفع، وهو ان يسمع كلام معناه صحيح جميل يهيج فيه الشوق الى الله والشوق الى معالي الامور صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا اننا لما نسافر لما فيش مانع نسمع بعض المدائح، نسمع بعض الاشعار واحنا مسافرين علشان نتعلم منها بعض ونهون علينا طريق السفر ومدة السفر. فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هي يعني هات لي منه، هي يعني زدني من هذا الموضوع لما يكون بالكسر، لكن لما أقول هن يعني كلمني في أي موضوع، يبقى ما ينون يعني زدني من كلام في أي موضوع كان، لأني يعني تعبت من الصمت. فهمت؟ أما يقول لك إيه، ما تكلمنا يا أخي في أي موضوع، افتح كده أي موضوع نتكلم فيه، يقول لك هن. يبقى إذا نون يعني زدني من الكلام من أي موضوع، واخد بالك؟ لكن أقول هي في الموضوع اللي أنا قلت لك عليه، شاعر أمية بن أبي الصلت في موضوع معين، يبقى بالكسر يعني في موضوع معين. قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا، فقال: هيه زدني. ثم أنشدته بيتا، فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. الله، يبقى الصحابة كتير منهم كانوا حافظين شعر كتير اهو. امال من ملأ جوفه من شعر فقد ملأ جوفه بقيح جهنم او فيح جهنم، في حديث وارد كده. يبقى الشعر اللي المذموم، يعني اللي يحفظ اشعار مذمومه، حافظ اغاني مثلا طول النهار قاعد حافظ الاغاني ما شاء الله جميله، بس ايه الاغاني اللي حافظها؟ اغاني شعبان عبد الرحيم، واغاني مش عارف عدويه، واغاني مش عارف الحاجات اللي هي الساقطه دي كلها اللي هي ملهاش معنى، وقاعد طول النهار بس هو وكلام ملوش معنى، مجرد اصوات حيوانيه كده، وبعدين يلحنها وبعدين يصبح انسان يقول كلام الحيوان اعجمي، وبعدين يقول لك ده شعر. شعر ايه يا استاذ؟ شعر ايه يا استاذ؟ خليتونا حيوانات ونهوهو ونونو، شيء عجيب الشعر. ده بقى فعلا اللي يملا جوفه من هذا النوع من الشعر هو ده اللي يملا جوفه لانه ضيع الهاه عن القران والهاه عن ذكر الله وشغل قلبه وذهنه بما لا طائل من ورائه، يبقى ايه؟ يبقى هو ده المذموم. لكن اذا كان شعر فيه حكمه فالنبي سمع منه 100 بيت اهو حافظهم، ما قالوش ايه اللي انت حافظه ده يا مجرم، ما قالوش كده، ده كان النبي معجب بايه؟ بالمعاني اللي بيقول. وعن ابي قال: وحدثنيه زهير بن حرب واحمد بن عبده جميعا عن ابن عيينه عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريد او يعقوب بن عاصم عن الشريد قال: اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان حا قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة، وزاد قال: إن كاد ليسلم. يعني لما سمع المعاني اللي قالها قال: يا إن كاد ليسلم، يعني قارب أن يكون عقيدتك عقيدة المسلم. إن كاد، وكاد دي تدل على أنه لم يسلم، يعني قارب ولم يسلم، قارب الإسلام ولم يسلم، لأن كاد فعل منفي في حال إثباته، مش كده برضه؟ وفي حديث ابن مهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره. وعن أبي قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر: أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. ده لبيد بن ربيعة صحابي رضي الله عنه، ودي منقبة كبيرة له. النبي بيقول: أشعر كلمة قالتها العرب كلها كلمة لبيد، فده سبق ما هي بشهادة النبي، يعني ايه؟ يبقى نيشان له كبير. أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد،
ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وما جابش بقية البيت الثاني إيه؟ وكل نعيم لا محالة زائله، لأن لما النبي سمع بقية البيت قال إلا نعيم الجنة. ففيها إيه؟ نوع يعني إيه؟ عدم حق من جهة وحق من جهة. وكل نعيم لا محالة زائله يقصد نعيم الدنيا يمشي. لكن لو فيهما كل نعيم وكل لفظ يحتمل العموم فالنبي استثنى منها نعيم الجنة. فهمت ازاي؟ فقال إلا نعيم الجنة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيه، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والباطل هو إن حققته لا تجده شيئا، أدي معنى الباطل، إن حققته لا تجده شيئا. وكل ما سوى الله موجود بالله، إن حققته لا تجده شيئا، ليس موجودا بذاته. فهمت إزاي؟ وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وعن أبي قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والإكثار من الشعر عموما يزري. الإمام الشافعي يقول إيه؟ ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لكن اللي منع الإمام الشافعي أنه يكثر من الشعر وكان فصيح حتى لا يعاب، وهو من طائفة العلماء، ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، يعني لكان كتب شعر أكثر من اللي كتبه في الفقه رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان حتى لو أوتي موهبة الشعر عليه ألا يضيع عمره فيها كلها، بل يكتب أحيانا ويهتم بمواضيع أخرى حتى لا يضيع وقته فيما يعني يشغله عما هو يعني فيه فوائد أكثر. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما زاد على ذلك، يعني النبي ما رضاش إيه يقول حتى الباقي. أولا لأن وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يقوله، يعني حتى يردده، حتى كان النبي لما يردد بيت شعر يكسره، يكسر وزنه، يقوله بطريقة مكسورة الوزن. ليه؟ لأنه وما ينبغي له، حتى لا يقول العرب أنه شاعر كمان. فهمت إزاي؟ وبالرغم من كده قالوا عليه شاعر، بالرغم أنه لم يقل شعرا قط وكان أفصح العرب إلى أن بلغ سن الأربعين قبل القرآن لم يقل بيت شعر واحد وهو أفصح العرب. ودي عجيبة في بيئة كان الواحد منهم لما يجوع يطلب الطعام بالشعر، ولما يفرح يشعر، ولما يزعل يشعر، ولما يركب الفرس بتاعه يقعد يسوق الفرس بالشعر، كل حياتهم بالشعر. فكان شيء عجيب لدرجة يخرج منهم بالسجية، يعني كانت سجاياهم وكلامهم المرأة مع زوجها تيجي تتخانق معاه الاثنين يشعروا يقولوا شعر وهم بيتخانقوا، حاجات غريبة يعني. كانت بيئة عجيبة اللي عاش فيها النبي، بالرغم وهو أفصح الخلق لم يقل بالشعر خالص. فقد لبستم فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون. فبعد 40 سنة لما جيب يقول القرآن تقول عليه شاعر، شاعر فين؟ الشاعر ده بيبان من صغره، ده لما يكون عنده 12 سنة و16 سنة و20 سنة وبتاع. معظم الشعر تلاقيه بيقوله الشاعر في فترة شباب في الغالب الأعم، لأن هي فترة العواطف الجياشة، مش كده بالظبط؟ والنبي فترة شباب كلها ما قالش بيت شعر واحد. في سن الأربعين بعد ما يجي القرآن تقولوا عليه شاعر
يا أغبية فهمت الغباوة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه يريه يعني يهريه عارف معناها كده يريه يهريه واخد بالك ازاي بمعناها وزنا ومعنى بس انا بقولها لك بلغة المصريين فهمت يبقى يريه يعني يقطعه يعني يهلكه لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه وعلى شكل طائفة كبيرة من العلماء قالوا أن الشعر مكروه عموما حكم عموما كده الكراهة بسبب هذا الحديث بعض العلماء قالوا لا هو مكروه إن كان في مواضيع لا تجدي وليست محرمة يبقى مكروه وإن كان في مواضيع محرمة يبقى حرام وإن كان في مواضيع مباحة أو تحقق مقاصد الشرع فيكون إيه لا بأس به فهمت فصلوا يعني في علماء فصلوا وفي علماء قال وعلى شكل قالوا لا يليق بالعالم أن يكثر من الشعر حتى في كلامه لأن ده يزريه لا بأس أن يحفظ بعض المواضيع بعض الأشعار لكن ما يخليش خطبة الجمعة نصها أشعار يعني مكروه حتى ولو كانت أشعار جميلة شوف قد إيه لأن فيها نوع من التكلف والمفروض أنك أنت لما تخطب الناس تخطب بلا تكلفي حتى يكون كلامك قريب إلى قلوبهم فلا تكثر من الشعر ولا بأس أنك تحط بيت كده بيتين ما يجراش حاجة ماشي لكن ما تخليش بقى في ناس يخلوا الخطبة بتاعته يتكلم نص ساعة منها تلت ساعة أشعار والباقي فما لا تبالغ يعني لا تبالغ في هذا الموضوع لا بأس أنك أنت تحط بعض الأشعار على أساس أنك أنت تزيل بعض الملل واخد بالك وتجمع معاني طيبة في كلمات قليلة لا بأس أنك ما تخليش بقى كل مخك مملوء شعر وخلاص قاعد كده في ناس كده قضوا عمرهم كله يحفظوا دواوين سبحان الله يا أخي فما فيش داعي اشغل نفسك بذكر الله بالقرآن احفظ القرآن يا أخي اتقن حفظه يا أخي يقول لك ما أنا حفظته حفظته بقراءة واحدة احفظه بقراءة العشر واخد بالك ده يقول لك حفظته بقراءة العشر طب اقرأ تفسير قريت تفسير طب قوم الليل بيه بقى اشغل حياتك يا أخي بيه فهمت ازاي يقول لك قمت الليل طب ادعو الناس إليه دعوت الناس طب علم غيرك يبقى في حاجات مهمة أكتر 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 فما تشغلش نفسك فيما لا تعلم فاهم؟ فما تقولش أنا عملت وعملت وعملت لا طول ما أنت عايش عندك حاجة مهمة تعملها فاهم؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد اللي هو سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا يبقى يريه يعني يهريه يعني يقطعه يعني يهلكه كل دي معاني واحدة وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج العرج دي مدينة كبيرة تبع منطقة اسمها الفرع بين مكة كده والمدينة اسمها العرج إذ عرب شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا سماه شيطان ليه لانه يبدو انه كان بيقول شعر هزلي او شعر قبيح المعنى او شعر فيه غزل صريح في عورات النساء او شيء من هذا يعني بيقول حاجه وحشه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ايه
خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. باب تحريم اللعب بالنردشير، والنردشير اللي بيسموه الطاولة والإيه والزهر. النرد اللي هو الزهر، والشير اللي هو إيه الطاولة اللي هو اللي بيلعبوا بيها، عارفها أنت؟ الطاولة دي موجودة في كل القهاوي، ولا اجيب لكم طاوله هنا اوريها لكم؟ حرام، حرام من الصغائر. ومتى تكون من الكبائر؟ ان كانت قمارا بمال. يقول لك حال عبك على المشاريب، بقت قمار، بيعملوها في القهاوي. يقول لك نلعب واللي يغلب واللي يتغلب يدفع ايه اللي شربناه كله. يقول لك هنلعب على المشاريب، بقت قمار. فهمت ازاي؟ بقى فيها مكسب وخساره. فهمت ازاي؟ بقت قمار، حرام من الكبائر. طب بنلعب كده وخلاص بنضيع وقت، يبقى حرام من الصغائر. فهمت؟ زي الكوتشينه وزي الدومينو. الكوتشينه بقى بكل انواعها، وزي برضو الحاجات اللي طالعه جديده بلاي ستيشن، يبقى قاعد كده اهو طول النهار قاعد يلعب، ايه ده؟ يضيع وقت كبير، ده ساعات يقعد بالنص ساعه، عارف النص ساعه دي كان قرأ فيها جزء قرآن. يا ده كان لو قرا كتاب كان خلص فيه حوالي 30 40 صفحه. ده انا كنت زمان بقرا ال 100 صفحه في ساعه، ايام ما كنت بقرا يعني ال 100 صفحه اخلصها في ساعه 60 دقيقه كده اهو. تصور انت بقى يقعد يلعب بلاي ستيشن 3 ساعات، عيب. ها؟ 6 ساعات وساعات 6 كمان، مصيبه سودة، مصيبه سودة. فليه بقى؟ لان كل ده حرام، حرام يضيع وقت كبير ولا يكسبك اي شيء، اي شيء ما يكسبكش اي شيء، بيضيع عمرك، لان وقتك ده عمرك، هو نفسك. فهمت ازاي؟ لا تستطيع ان تعوضه. الشطرنج الملكيه قالوا زي النردشير، حرام كله حرام، اوعى تلعب الكلام ده، الملكيه قالوا كده وكذا. كان عندهم شطرنج. الشافعيه قالوا لا الشطرنج مكروه، وبعضهم قال انه مباح، بعض الشافعية على الا يلهي عن الصلاة لانه يعين على الحنكة والتفكير العميق والتفكير في المآلات، وهذا يؤدي الى انك انت يكون عندك حكمة في حياتك، لان تملي انت بتحرك حركة بتتوقع تحرك اللي امامك، فبتعمل الشيء وتفكر في المآل. هذه الفكرة البعيدة بتربي فيك وتنمي فيك الخطط الحربية، وتنمي فيك التعامل مع مشاكل الحياة بطريقة فيها نوع من الحنكة والخبرة. وبالتالي الشافعية قالوا أن الشطرنج يدور بين الجواز والكراهة، وليس لكن النردشير حرام بس من الصغائر. ومتى يكون من الكبائر؟ إن كان بمقابل مالي فيبقى صار قمارا. خدت بالك؟ دي خلاصة المسألة. لكن الملكية قالوا كله زي بعض، كل اللعب دي زي بعضها، ان كان ولو بد تلعبها خلي ولادك يلعبوا قبل البلوغ عشان يشبعوا منها. يعني انا لعبت طاوله وانا صغير كتير قوي، ولعبت كوتشينه ولعبنا دومينو ولعبنا السلم والتعبان، لعبنا كل حاجه واحنا صغيرين. لما كبرنا زهقنا منها بقى، لما وصلنا التكليف بقى كنا زهقنا منها، خدنا حظنا منها خلاص بقى. فاهم؟ فما فيش مانع انك انت تترك ابنك وهو صغير يلعب الحاجات دي، مفيش مانع، هو مش مكلف لسه، يوم ياخد نهمته منها، فلما يكبر يكون زهق منها بقى يزهدها، وتكون انت حفظت القرآن ودخل في حياته العملية، فيبقى مش محتاج ان هو يلعبها بقى. فهمت؟ باب تحريم اللعب بالنردشير. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني إيه صبغ يده في لحم خنزير ودمه؟ يعني تلطخ بالنجاسة، والتلطخ بالنجاسة حرام. أو صبغ يده في لحم خنزير ودمه ليريد أن يأكله، وأكل الخنزير حرام. فهمت إزاي؟ حتى لمن لم يقل أن الخنزير نجس، لكن بالاجماع ان لحم الخنزير ودمه نجس، لانه هو حي، وهو حي عند الملكيه طاهر، لكن لو مات صار نجس، يبقى نجس بالاجماع. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يلعب بمثل هذه الاشياء
كأنها يتلطخ بالنجاسة أو يستعد لتناول النجاسة، والاثنان حرام، تناول النجاسة حرام والتلطخ بالنجاسة حرام، فشبهه بمحرم يبقى محرم. فهمت بقى الطريقة؟ لكن لم يقل تناوله يبقى محرم من الصغائر. فإن تناوله بقى يبقى إيه؟ وقع في الكبائر. ومتى يتناوله؟ إن كان بمقابل مالي، وقع في القمار. فهمت بقى طريقة تفكير الفقهاء؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب الرؤيا. الرؤيا بالألف المنامية، والرؤية بالتاء المربوطة البصرية، والرؤيا اللي هي الرأي، والرأي هو ايه؟ الرؤية العقلية الذهنية، المذهب العقلي او الذهن. يبقى عندي رأى رأيا يعني ذهب مذهبا عقليا، رأى رؤية يعني بصرية، رأى رؤيا يعني منامية. فهمت بقى؟ وغدا ان شاء الله نبدأ في هذا الكتاب وفيه 5 أبواب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم